نص نهار وسبعة دقائق على إيافام. أهلا وسهلا بكم في 90 دقيقة، الموعد اليومي مع أهم الأحداث على إيافام. طبعا اليوم نواصل في متابعة خاصة لآخر تطورات الوضع الوبائي. الضغط على أسرة الإنعاش متواصل، 11 ولاية من 24 يعرفوا ساتوراسيون، أي بلغت نسبة طبعا الفروشات هذه 100% أسرة معبية. في تطاوين سجلنا أعلى نسبة عدوى في الجمهورية، وفي باجة للأسف زاد أعلى نسبة وفيات. من بعد شوية يكون معنا والي باجة وكذلك والي منوبة، وين الوضعية الحقيقة مقلقة جدا. الاستقرار رجع تقريبا على مستوى الأرقام على الأقل في القيروان الحمد لله. ونرجع زاد على أهم قرارات المجلس الاستثنائي اللي ترأسه البارح رئيس الجمهورية بقصر قرطاج. هذا الكل بعد شوية مع الفريق اليوم سفيان بن حميدة. أهلا وسهلا. أهلا سفيان، أهم مخرجات الاجتماع هذايا معاكم بعد شوية. متغشش فرحان تو نزيد ونكتشفوا من بعد شوية طرق الكحلاوي، ونرجع معها لنوايا التصويت الدستوري الحر كالعادة في الطليعة، هو وقوس سعيد اكتساح للدستوري في التشريعية، والرئيس سعيد مازال يترأس نوايا التصويت في الرئاسية طبعا، لكن يتراجع بأربع نقاط. كل التفاصيل من بعد شوية. ضيفنا مع ماضي ساعة يكون النائب مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق في حكومة يوسف الشاهد، واللي طعن في اتفاقية صندوق قطر للتنمية. كل التفاصيل ابتداء من ماضي ساعة. توت سويت نمشي مباشرة للمنوبة مع والي الجهة السيد محمد الشيخ روحو. الوضعية مقلقة حريجة كما قلنا، مستشفى بوربا يعرف ضغط كبير. سيد الوالي أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي شمسة إيافام. شكرا لك. مرحبا سي محمد. قبل كل شيء، هل باش يتم إعلان الحجر الصحي الشامل في ولاية منوبة كما هو الحال في ولاية تونس، وهذا في الويكاند طبعا؟ كما تعرفوا شوف، احنا الوضع عموما باش ما نخبيو حتى شيء، وتكون ثم حديث الصراحة اللي احنا تو الوقت نتاعو. الوضع حرج في منوبة وفي غير منوبة، بتعرفوا التلاصق بتاع الولايات وبتاع المعتمديات، وهذا ما يخفاش على حتى حد. احنا كنا خذينا قرار بتاريخ 26 جوان على مستوى منوبة اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث، اجراءات صارمة وحجر صحي شامل طبقناه بكل منوبة وتبربة، امتد على امتداد 10 ايام، وفي البارح نصف الليل بدخول الغاية، دونك امتد من يوم 26 جوان الى يوم 5 جويلية بدخول الغاية. وكنا عقدنا جلسة مع السادة ولات قليم تونس الكبرى، وخذينا إجراءات دخلت حيز التنفيذ وحيز التطبيق من بداية مغول جويلية وتمتد إلى يوم 14 جويلية. لكن احنا الحاجة اللي عملناها جديدة، وأنا هذه نثمنها، وفي الاجتماع الرباعي نتاع الأربع ولات اللي قلنا احنا اللجنة نتاع الولات باش تقعد في حالة انعقاد دائم، وباش نتبعوا عن كثب المدى التطبيق ونتفاعلوا مع كل تطورات نتاع الوضع الصحي. وبالحال احنا قعدنا يوميا باتصال بالساده الولايات مع بعضنا، وقاسمين نقيموا في نجاح التطبيق ونجاح الاجراءات. ونعاود نقول كلمه من المنبر نتاعكم، الاهميه مش في الاجراءات بقدر ما الاهميه اكثر واكبر في احترام المواطنين واحترام كافه المتداخلين للاجراءات هذيك. اذا ما ثمش احترام راهو ما عملنا حتى شيء، مش الفايده ناخذ اجراءات، الفايده انه الاجراءات تطبق. شنو احوالها حاله الوعي في ولايه منوبه مالها سيد الوالي؟ لدرجه الوعي باش نكونوا واضحين، احنا النتائج ان شاء الله باش نشوفوها في الايامات القريبه القادمه، انه ثم نسبه على الاقل الاحترام باش نكونوا متواضعين شويه. اللي لاحظته تبعته وانا عن كثب نتاع 80% نسبه احترام البروتوكول الصحي واحترام الحجر الصحي الشامل. تجاهنا في بعض الاحيان حتى للردع، و تجانا وهذا اعلنت عليه في الاعلام، انه وقفنا ثلاثه مخالفين الحجر الصحي الشامل، ثلاثه اصحاب مقاهي تم ايداعهم السجن. لانه تو جاء الوقت سامحني سيد الوالي. اي وقت الردع ايه. وقت الصرامه هذا ما فيه شك. تقول لي فما ثلاثه اصحاب مقاهي كانوا حالين بعد طبعا الثمانيه، وقفتهم ومشيوا مباشره للسجن. للسجن مش واحد بعد ثمانية برك، معادش خطية. احنا حجر صحي شامل، شنو حجر صحي شامل؟ انه علقنا دور العبادة، علقنا المقاهي، علقنا المطاعم، معناتها غلق على امتداد 24 ساعة. هذوما تم معاقبتهم في وسط النهار، في وضع النهار. مازلنا ما وصلناش لحجر احترام حجر الجولان اللي هو الساعة 8 ليلة. هذوما احنا انفاجئنا للعقوبة وانفاجئنا لتطبيق القانون بصرامه الا بعد النصح والارشاد. تتذكر له منا يهبط الريدو يعاود كذا. دونك الناس ثم الوعي نتاع المواطن راهو محوري وجوهري، انه المواطن يلزم يعي بخطوره الوضع. الوباء هذا ما يرحمش، الوباء هذا قاتل يقتل في مس في فئات
ولا عمرية صغيرة ما كناش نتوقعوها باش يمس أطفال ومس حتى رضع، وكما سمعتوا في بعض الحالات الوباء هذه حقيقة مخيفة، لكن إذا نضبطوا ونحترموا البروتوكول الصحية راهو قادرين باش نتغلبوا عليه. الإمكانيات المادية والبشرية وأعداد المستشفيات المدنية باهي ويا ما واحد وما يكفيه، إذا باش نحضروا الإمكانيات نتاع اللي تتصوروها الكل مهما كانت الحجم نتاعها نوفروها. راهو عندنا نقص في الإطار الطبي، ما تلقاش باش الطب نتاع نعاش، ما تلقاش كذا، دونك الدور نتاع المواطن يعرف اللي مش نتاع ماديات برك، مش نتاع وعي. وهذا وضع مستشفى التبربة حسب الصور، حسب الصور وحسب ما جاء في روبورتاج التاب وكالة تونس افريقيا للانباء، نشوفوا اللي الوضع مزري الحقيقة في مستشفى التبربة. سيد الوالي، ما حقيقة الوضع بالارقام؟ فما نقص على مستوى شبه الطبي او التجهيزات؟ نعم، نتبع في الوضع بتاع مستشفى التبربة وجميع المؤسسات، وانا جالس نتحرك على الميدان، وهذا وقت نتاع ميدان مش وقت نتاع ارقام ونتاع جلسات. الوضع بتاع التبربة هو البارح صحيح حرج، لكن الحل كان ايميديات انه حلينا 10 اسره جديده في القصر بخلاف 20 المركز الكوفيد اللي هو طاقه الاستيعاب نتاعو 20 ومليانه تو 20 100% دونك 20 فرش مليانين، فهمت؟ زدنا البارح حلينا 10 باش خففت على التبربة، والحل اللي مشات فيه الولايه وان شاء الله باش نزيدوا ندعموه اكثر، ماشيين نمكنوا الناس من الاكسجين في المنازل نتاعها مع ان سيرفيونس ميديكال ميدسان كي كونترول المرضى اللي هما ما يسحقوش حقيقة عناية مركزة في المستشفيات، دونك كونسنتراتور دوكسيجين يكفي باش يمنعوا حياة بشرية، وهذا يمشينا في المنهج هذا، بخلاف انه اون باراليل جالس نخدموا في التوازي في اطار التفكير الجدي، وبدينا في مساعي متقدمة لتركيز مستشفى ميداني. لكن هذا ديما نقول ماشيين فيه وباش نجسموه وماشيين باش نوفروا اكثر من مبدئيا اللي بتحوزنا عليه توا باش نوصلوا في الجمعه هذه اكثر من 50 كونسنتراتور دوكسيجين باش يتم تمكين بهم المواطنين. لكن هذا مهما كان المجهود ومهما ضعفناه ولا ضعفنا اكثر من الضعف نتاعو او مش كافي، اذا المواطن ما يحترمش البروتوكول الصحي هي معناتها بسيطه، يستدي الكمامه نتاعو يبعد، يحس المواطن اللي قريب ليه يقول له ما تضرنيش، فهمت؟ ويحمي عائلته، كي يخرج لبرا لازم يكون مأمن باش كي يرجع ما يجيبش العدوى لوالديه والأقارب تاعه ولا زوجته ولا الأبناء. هذا راهو ضروري، ما كانش ما نوصلوش. ما كانش سي محمد شيخ، روحوا نذكر لي منوبة طبعا الولايات بصفة عامة في الخط الأول في المعركة ولا الحرب هذه. نعرفوا كذلك اللي رئيس الحكومة أعطاكم تقريبا الصلاحيات الكاملة باش تتخذوا الإجراءات اللازمة حسب المعاينة متاعكم الميدانية طبعا والإدارية. الولايات يقولوا اليوم مغلوبة على أمرهم، ناقصين إمكانيات للأسف الشديد، القور روحهم مقدم الأمر الواقع، وذيك حد الجهيد والإمكانيات خاصة. سي محمد، بكل صراحة فما برشا يقولوا اليوم اللي فما نقص متاع تعاون وإلا حتى متاع تواصل مع السلطات المركزية. أنت في منوبة ممكن تونس الكبرى قريبة من السلطة المركزية، ما تعانيش بالدرجة نفسها كي الولايات الأخرين ولا الولايات الأخرى. شنو حقيقة هالتعاون هذا الدولة المركزية والولايات إلى أي مدى التعاون ماشي صحيح؟ مش هاتيك حديث الصراحة. احنا بتواصل دائم مع رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة جاي تتبع عن كسب كي نقول عن كسب معناتها متابعة لصيقة للوضع الصحي، و يعني ما تبعدي نقول ونتحمل في مسؤوليتي مش كان ولاية منوبة ولا ولاية اقليم تونس، كافة ولاية الجمهورية ثم متابعة من طرف السيد رئيس الحكومة للوضع الصحي عن كسب والمام معناتها يومي حيني بالمعطيات والمؤشرات، وهذا ينعكده لك وما فيش حتى شكرا حتى واحد حتى مغير قندوات. شكرا حديث صراحة. سؤال الوضع باش نزيد نركز على كلمة كل احنا كما قلت ثم قرارات جهوية على مستوى كذا، وثم قرار موحد خذوة ولا تقليم تونس اللي دخل حيز التطبيق من يوم 1 جويلية ينتهي يوم 14 جويلية. اليوم العشية باش نعقدوا جلسة في طار ما قلنا عليه اللي قلتك الحاجة الجديدة واللي نعتبرها فعالة وضرورية، مش الفائدة في اتخاذ القرارات، انه في الاتفاق اللي تم البلاغ اللي تم اخراجه يوم 1 جويلية قلنا اللجنة الاقليمية لولاية تونس الكبرى تونس ورينا وبنوب وبنعروش في حالة انعقاد دائم، وهذا تممناه لمتابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة عند الاختفاء. اليوم مش يقعد اجتماع في الاربع ولايات الساعة الرابعة مساء، مش يكون في ولاية اريانا بالتحديد،
باش نقيموا الوضع الموجود حاليا، وربما سيتم اتخاذ اجراءات اضافيه على ما اتخذناه يوم 1 جويليه، والاجراءات اللي من نوع حجر صحي شامل في الويكاند سيد الوالي، باش نكون واضحين باش نخموا هذا اعلن عليه سيد الوالي تونس بالنسبه للجنه الجهويه تاع مجابهه الكوارث. واللي بن عروس البارح انعقدت لجنه جهويه، اللجنه الجهويه في اريانا البارح، وتوا الساعه 12 ونص بالضبط في بعض دقائق باش نعقد انا لجنه جهويه بالضبط الساعه 12:30 لجنه جهويه لمجابهه الكوارث، وباش نكون كل والي عنده اللجنه الجهويه وعنده المقترحات، والساعه الرابعه باش نتداولوا في الاجراءات اللي واجب اتخاذها. واضح. المنهج العام هو اليوم ممكن انه نمشي نحو اكثر اجراءات واكثر حزم كما قلت. عندي كان تسمح نداء، تفضل. اني نعود ناكد على حاجه، الامكانيات الماديه الحكومه وكل ولايه بجهدها وبالمجتمع المدني وبالرجال الاعمال الموجودين في كل جهه قاسين قايمين بواجبهم، والدوله قايمه بواجبها، لكن هذا ما وضعت من امكانيات، راهو اذا المواطن ما يكونش معناتها يلعب الدور نتاعو الرئيسي راهو ما نوصلوش. نأكد على كل مواطن ماذا بينا يكون بالحد الادنى نتاع احترامك القواعد البسيطه الثلاثه اللي نحكي بها، ارتداء الكمامه، احترام التباعد الجسدي، واذا ما عندوش شور اكيد وكذا يلزم بيته. شكرا. ويحافظ على عائلته، وربي يحمي كل تونسي وتونسيه في منوبه وفي كامل تراب الجمهوريه. شكرا. وربي يحفظ تونس ان شاء الله. محمد الشيخ روح ولي منوبه مشكور على التدخل، نذكر اهم ما قيل، طبعا فما امكانيه انه يتم تطبيق الحجر الصحي الشامل في الويكاند في ولايه منوبه كذلك على غرار ولايه تونس العاصمه. نمشي مباشره الباجه، الاكثر ولايه تعرف نسب وفيات في الازمه الصحيه هذه، معنا الوالي سيد معز الميلي. سيد الوالي اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، كيف المستمعين؟ شكرا. نداء استغاثة طلقته من لحظات سي معز، تفضل، شنو هو الحالة عندك؟ والله الحالة الحقيقة في استقرار، مؤشرات الكل مرتفعة كما كنت تحكي، سواء المصابين أو عدد الوفيات. بالنسبة للجهة فما تقدم نسبة أشغال في المستشفى الميداني تقريبا حوالي 8%. بالنسبه عن معناها المصلحه نتاع الكوفيد اللي قاعده بسبب البناء التفكير زاد تقارب حوالي 40%. كنا في اجتماع ديجا في اللجنه الجهويه اللي مقامه الكوارث، وكان حضروا معنا لوحيين من المنظمات الوطنيه اللي عبروا معناها على الاستعداد المتواصل لدعم مجهودات الدوله والجهه في مقاومه معناها الوباء هذا الله يبعد علينا. نحاولوا قاعدين كل مره معناها الحقيقه نحاولوا باش نلقاو صياغه في اقناع معناها المواطن باش يستجيب اكثر ما يمكن لنداء والقرارات الغلق اللي قاعدين نقوموا بها. عندنا خصوصيات احنا كجهه، حتى خصوصيات في بعض المعتمدين اللي تخلي معناها ما تنجمش معناها تعرف الصوت لو تسمح. سي معز الميلي ويلي باج نذكر. اي تفضل. الصوت كان تفضل لا متردي شويه. باهي سي معز، حبيت نعرف معك لو تسمح، البارح نعرفوا اللي انعقد مجلس استثنائي برئاسه رئيس الجمهوريه قيس سعيد، هل بلغكم اشعار من الاجراءات ممكن يتم اتخاذها البارح في المجلس هذايا المضيق؟ بطبيعه الحال احنا معناها بلغنا معناها البيان اللي صدر على رئاسه الجمهوريه، وكنا معناها موضوع ضمن جدول الاعمال نتاع اللجنه الجهويه لمقاومه الكوارث، ودرسناه وشفنا ان الجوانب اللي تعنينا واللي تخصنا معناها واللي يلزم معناها نقوموا ببلورتها على ارض الواقع. باهي، شنو ممكن جاي جديد بالنسبه لولايه باجه؟ نعرفوا لي مدينه باجه هي تعرف حجر صحي شامل، بعض المدن الاخرى كيف. شنو جديد جاكم في البيان هذا؟ والله الجديد هو تكوين اللجان اللي باش تكون في اكثر من ولايه، معناها خاطر باش نلقى التجميع وباش نلقى اقرار معناها لجان مركزيه اللي متابعة معناها العمل الجهوي ودعمها. اللجان هذه شفنا اللي هي معناها تخص وزارة الصحة وزارة الدفاع معناها هذيك اللي باش نقولوا احنا يمكن تساعدنا أكثر على تطبيق معناها الإجراءات الصحية اللي يمكن اتخاذها في على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي. واضح. باش يتم تعميم ممكن الحجر الصحي شامل في ولاية باجة؟
احنا موجود بالحجر الصحي معنا ناخذين القرار من قبل معنا عندي ديجا معنا اسبوع وكنا مددنا فيه حد 11 جويلي على كامل الولايه على كامل الولايه كامل معتمديات الولايه بحكم اللي كما قلت لك معنا المؤشرات عندنا مرتفعه برشا احنا عندنا مثلا معتمديات الدرجه الشماليه الجنوبيه مع بعضها في اساس سجلنا فيها اكثر من 1100 حاله على ال 100 معناها على 100000 سكن هنا كيف كيف عندنا معتمديه عمرون حوالي 800 حاله على 100000 دونك ديجا 866 بالضبط انا ديجا احنا المؤشرات كل طالعه معنا واضح شكرا لك سيد الوالي وبالتوفيق كل التضامن معكم سي معز الميلي والي بيجا اذا كما نشوفوا قاعدين الوضعية حرجة في عدد من الولايات بعد شوية نزيد ونعرفوهم هالإجراءات اللي تم قرارهم في المجلس الاستثنائي اللي التأم في قصر قرطاج البارح بعد شوية زادة معك أحلام العبدلي نرجع لأهم التصريحات خاصة فيما يخص قرارات مجلس البرلمان مكتب المجلس واللي باش يسلط أقصى العقوبات يقولوا على سيف مخلوف وعلى سحب سمارة بعد الاعتداء الفاحش اللي قاموا به على النائب عبير موسي أهلا وسهلا أحلام مرحبا بك وائل وبجميع المستمعين بطبيعة باش نرجعوا من جوانب مختلفة الساعة باش نعود ونذكروا برفض الحزب الدستوري الحر وتحديدا رئيسته عبير موسي المشمولة بفحوى الشكوى اللي تقدم بها رئيس مجلس النواب لوكالة الجمهورية باش نرجعوا على مجموعة الإجراءات اللي اتخذها الدستوري الحر كذلك مواقف النواب مقاطعة كتلة الأسلاح لاجتماعات رؤساء الكتل واجتماعات المجلس باش نعرفوا علاش السبب هذايا باش نرجعوا على المداخلة اللي يعملها اليوم النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي ديما في موضوع اللي صار من اعتداء اللي صار على النائبة عبير موسي والنائب وسام الشعري من الدستوري الحر كيف كيف باش نرجعوا اذا كانت بقانا وقت على التسييس الحكومة ومخرجات بيان مجلس الشورى البارح على لسان عماد الخميري شكرا احلام طارق الكحلاوي من جديد اهلا وسهلا اهلا بك طارق من بعد باش نحكيوا معك على نوايا التصويت بكل وضوح على السونداج خاطر فما البارح حكينا على الثقه اللي نحكيوا على نوايا التصويت انا نرجع لنوايا التصويت مقارنه بيناتهم لكن المهم نرجعوا لهم انا جايين باش نعرفوا حتى اللبس في بعض الاحيان نعرفوا اللي فما شكون يخلط بين الشعبيه الثقه ونوايا التصويت بعد شويه نرجعوا في 90 دقيقه مع كامل الفريق وان شاء الله معكم انتوما اهلا وسهلا بكم حنين متغشين ولا متعجبين سفيان بن حميد البداية معاك علاش متغشش متغشش لأنه ما عادش فاهمين حد شيء في البلاد هذه البارح رئيس الجمهورية عمل اجتماع طارئ الاجتماع هذايا كان إيمانا منه بالشعور المثقل بالمسؤولية لمها مع عاري ولابس حتى مقدامه لكن من غير ما نوصلوا المجلس أمن قومي لأنه نحى منه رئيس البرلمان ما حضرش ما هوش مجلس أمن قومي إيش قال فيه الاجتماع ذا شنو المشكلة متاعه رئيس الجمهورية أكد على أن خسارة المعركة يعني نحكيه على الكورونا رأو رئيس الجمهورية أعلى مسؤولية في الدولة يقول لنا أنه خسارة المعركة لا يعني خسارة الحرب وباش نكسبوا الحرب لا لا لا, لا ما قالش لا حتى هذا مفروغ منه نعرفوا اللي في آخر المطاف باش نخرجوا قال خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني ولأنه دونك خسرنا المعركة خذينا قرارات هذه بالضبط بعد ما تخذ خذ شرامك حلا لأنه اعتراف أنه فما معركة خسرت إيش نما القرارات القرارات هو تكثيف العمل الدبلوماسي لجلب التلقيح ضد كوفيد 19 نوايا هي لا لا, لا 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 هذا ماهوش توهنا هذا مش نوايا هذا فعل قرار يمكن تفعيله بما انه بما انه العمل لا انا منيش متغشش انا منيش فاهم علاش بعد ما خسرت المعركه ان تكثف في العمل الدبلوماسي
شبيك ما كثفتوش روحنا مازلنا نعاركو دونك رانا كنا نجمو نربحو كان ما كثفوش يا ويح كان كثف يا ويح لا بعد ما خسرنا المعركة مش الحرب بعد ما خسر المعركة كنا نجمو دونك ما نخسروهاش لو انه كثف العمل الدبلوماسي اللي هو من صلب اختصاصات رئاسة الجمهورية القرار الثاني ايش شايف ثاني التقسيم البلاد الى اقاليم وهو بالله تطلع تجي كورونا تجي تونس تربح الكوب دي مون انجبر تاخذ ومبلدون مشكلته في الاقاليم مشكلته في الاقاليم الاقاليم هذيا اللي باش يعملها يا طارق وينك يا طارق لا ربما متفق معاه علاش الاقاليم هذيا ان راي مشكله راي مشكله ان وكيفاش عملها هو عملها بطريقه انه مش مهم التقسيم هو انت التقسيم قال كل 15 يوم كل 14 يوم ينجم يتبدل المهم والاساسي هو انه تحت اداره الطب العسكري بمعنى انه باش نلقاو رواحنا في وضعيه نتاع تنافس صلاحيات ما بين الطب العسكري اللي عنده اختصاصاته وما بين الادارات الجهويه للصحه اللي باش تولي سببت ماء على اليدين لكن هي المباشره الحقيقيه للوضع الصحي في البلا في في المناطق نتاعها دونك سافاتيتر كاتاستروفيك القرار الثالث القرار الثالث هو لا هذا القرار الرابع لانه انا دمجتهم تقسيم الاقاليم وحطانهم الليجان تحت الوحن القرار الرابع هو التجنيد هذايا للاختصاصات البيوطبية اللي تخرجت ثلاث سنين التالي للقيام بالخدمة الوطنية فقرها كالخدمة الوطنية أكل اللي لبس عليهم يعطيوها فلوس وما يعديوهاش وكالزوية ولا بركة يمشيوا يعملوها هذيك ان قرر باش انه تصير المده هذه لثلاث سنين الاخرانيين اللي تخرجوا في ثلاث سنين الاخرانيين كهو يقول قايل حاجه باهية فهمت لكن نستنى في لكن لا تخاوين لكن كي عندكم انتم الحل شبيكم خذيتوه توا رانا عندنا 15 شهر من اول اصابه بالكوفيد 15 شهر فكل 15 شهر هذاك حتى حد ما نجم يعمل اون بروجيكسيون فهمت شكلا تو لو تسمح شكلا المجلس البارح اللي التأم قلنا برئاسة قيس سعيد رئيس الجمهورية كان حاضر فيه محافظ البنك المركزي طبعا رئيس الحكومة قيادات عسكرية وغيرها من القيادات الأخرى في البلاد رئيس البرلمان ما كانش حاضر راشد الغنوشي شكلا شنو يتسمى المجلس هذا مش المجلس مجلس طارق لا لا مجلس طارق لا مجلس طارق هو تتم الاجتماع أمني صار نهار 3 جويليا ما ينجمش يكون مجلس أمن قومي لأنه مجلس أمن القومي وجوبا يحضر فيه رئيس البرلمان هو اللي صار البارح هو أنه رئيس الجمهورية حاب يقول اللي أنا باش ناخذ إجراءات السؤال اليوم شنية إمكانيات رئيس الجمهورية الفعلية في تطبيق الإجراءات الخمسة اللي تم الإعلان عليها البارح فما حاجات تم الإعلان عليها ونجم يعملها لأنه سهلة متاعه من صلاحياته خاصة من صلاحيات خاصة حكاية الخدمة العسكرية وتفعيل وتنشيط العمل الدبلوماسي التجنيد فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك انت تقول ليلة صليلة وانا نقول لك يا طارق الكحلاوي ليلة السونداج ليلة صبر الآراء يلتئمها المجلس الاستثنائي لأول مرة تقريبا نشوفوه في الشكل هذه علاش
شنو اللي صار؟ شنو اللي خلى ممكن الرئيس يتحرك بهذه السرعة؟ وخلي نقوله حتى بهذه الصرامة اللي يسمع الخطاب ولا الكلمة. لا لا بربي لا لا بالسرعة خلي الصرامة فك علينا منا في تونس عندنا معها صرامة بتاع المشيشين عندنا معها وتنجرجو على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة من أشهر تو ما صارش ممكن لقاء النوعية هذه تنرجع لهم بعد شوية ما ترقع ليش البارح بالذات. لا هو فما مجموعة من اللقاءات صاروا في الأسابيع الأخرى أنا في رأيي عندهم عدد من الأسباب. أولا نتصور حتى من ناحية الأمنية لأنه هو مركز على الجانب الأمني وصلته ربما تقارير اللي فما إمكانية لاحتقان اجتماعي جدي في الصيف هذايا وتوتر اجتماعي كبير وهو سيكون معناتها معني به بالضرورة خاطر هو رئيس الدولة في النهاية. حتى اللقاء مع الغنوشي خاطر هذا حتى اللقاء هذه تتحط في نفس الإطار مع اللقاء مع رجل الغنوشي كيف المشيشي ما تقبلش زادة مع رجل الغنوشي لأشهر طويلة يعني لقاء هكا من النوع ذي رسمي دونك هنا فما الجانب متاع فما قلق جدي وهذا معطى أنا خلينا نقول فما قلق جدي من الجانب الاحتقان الاجتماعي. فما الجانب الآخر اللي هو حاسس بشكل مباشر اللي كثر عليه الضغط بتاع أي أنت وينك وحتى أنا نصور فما ربما عواصم دولية أو شركاء دوليين ربما بلغوا الشيء هذايا معناتها نتاع أنت دورك في هذا الكل. وثلاثة طبعا موجود هذا موضوع الاستطلاعات أنه قاعد يشوف حتى في بالرغم أنا اللي نعرفه قيس سعيد اللي نعرفه عادة ما يخذش لكن أنا نتصور يحس بشكل مباشر حتى من الحزام متاعه اللي كان موجود في الانتخابات. أنا نعرف اللي صارت برشا معناتها يعني قلق وتبليغ قلق ليه متاع حتى من الحزام اللي عمل معه الانتخابات أي رانا منيش قاعدين نشوفه سور تيران والناس قاعدة تقول لنا وين وش عملت وتترى حتى الحزام السياسي متاعه خلينا نقوله حزام نظريا سياسي في اتحاد الشغل وحركة الشعب البارح جاء لهنا واضح اللي فما مسافة ما نسبية بين حركة الشعب محاولة لمسافة بين حركة الشعب قيس سعيد وأيضا التيار فما مسافة يعني قاعد يشوف الوضائق تغير ويلزمه يعمل حاجة وبالتالي اختار أنه يعمل هاللقاءات هذه. هذا يظهر لي اللي صاير وذاك عليش الهدف الرئيسي من اللقاءات مش القرارات لأنه يعني فعلا هو كيف ما قال سفيان توا في النهاية شنية القرارات حتى حكاية الأقاليم هذه شنو الفرق بين أنك تعمل نفس الإجراءات في ولايات وتسميها إجراءات في أقاليم يعني صحيح ربما تعمل خطة مشتركة لزوج ثلاثة ولايات بجنب بعضهم لكن في النهاية تنجم تعملها الخطة حتى في كل ولاية وحدها ولجان جديدة ويترأسها مدير الصحة العسكري هو فما لهنا محاولة الآن وضعية الطوارئ ويرارشي جديدة وليرارشي وقت نجربوا الصحة العسكرية أشياء جديدة مش وقت رودي لكن أبش أقول لك حاجة أنا تعرف بالشيء اللي قاعد يعمل فيها قاعد بالعكس يخفف في الحمل على المسؤول المباشر على مواجهة الكورونا بالصلاحيات اللي هو المشيش وانا يظهر لي قاعد يعمل في أخطاء حقيقية على المستوى السياسي قيس سعيد في الإطار هذا مش قاعد يحسب سياسيا تقول أنت وأخيرا قبل المشيشي في نفس الوقت قاعد يتصرف تحت الضغط وتحت ستريس وقاعد يعمل ما الكونسيي تقول لا مش حكيت مالكون سي هو راهو في العادة نخموا الحاشية متاعه هو يقرر في النهاية راهو هو في النهاية خياراته في الأيام الأخيرة أعتقد غير صعب. طارق أخيرا قبل قلنا المشيشي ما دار بين الرجلين حسب رأيك هو صار لقاء مباشر بيناتهم جستمو هك شوف أنا مغير ما ندخلك في التفاصيل شفت أنت الطريقة هذه متاع الجلوس متاع المشيشي متاع رئيس الجمهورية وراء المكتب متاعه والآخر سيبوردوني راهو هذه المرة الثانية طيب يعملها وهو إصرار على مسألة الليرارشي لهنا راك تقريبا ومانيش عارفين هل استقبل مشيشي وزير الداخلية بالنيابة أم استقبل رئيس الحكومة معناتها ولهنا وتعرف في الكواليس توا صاير نقاش توا بالك نخطو نحكيو عليهم بعد الحكومة السياسية تحب تعملها حركة النهضة هي برئاسة المشيشي أو لا هذايا زاد جزء من هالمفاوضات غير المعلنة اللي صايرة هو بالتأكيد مش مع الشيء هذا إن شاء الله نخطو عليها في الزابينج لا رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية أعلنت رسميا أنه الاجتماع استقبل قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي في الميكرو في الميكرو لا هو مش الكلمة استقبله سفيان مش شنو كتب أي. شفت العلاقة هذيك لا هو الأخطر رئيس الجمهورية هو الأخطر أنه استقبل رئيس الحكومة من وراء البيرو من وراء البيرو هو عادة رؤساء الجمهورية استقبلوا رؤساء الحكومة فك القاعة الأخرى تسميه هذول القاعة الزرقاء في القصر اللي هي فيها كل واحد قاعد يشير يلا طارق الكحلاوي علش مستغرب خلي نقول اليوم ومتغشش شوية نكتشفه شوف
انا باش نحكي على السيجما الاستطلاع الثاني. فما ربما ناس استطلاع ورا استطلاع باش تدخل بعضها معناتها. فما استطلاع صار في الويكاند ركز على الثقه ونسب التشاؤم ونسب التفاؤل، هذاك مقياس معين. فما سونداج اخر من نفس المؤسسه سيجما خرج اليوم حول اذا كانت تصير الانتخابات اليوم شنية نجم تكون نوايا التصويت. شوف مسألة نوايا التصويت مهمة حتى الناس تقول شو مدخلنا الانتخابات في 2024، لا فما أزمة سياسية اللي ربما تكون أحد بدائلها أحد سيناريوهات اللي تخرج عليها هي انتخابات مبكرة، وهذا تطرح بشكل علني مش حتى في الكواليس يعني. إذا مسألة نوايا التصويت نسألة، وكما قلت البارح ما فرق بين نسبة الثقة دول البارح شخلخينا نسبة الثقة عبد اللطيف المكي 39% 39% كي تجي نوايا التصويت شكون باش تصوت للرئاسيه شنو نلقى وين نلقى عبد اللطيف المكي 3.3% مش 39%. يعني نوايا التصويت اللي هي بالحق عندها استتباع سياسي وتاثير، هي السياسه في النهايه، هي اللي تخلق السياسه، هي اللي تصنع السياسه. قيس سعيد هبط ل 30% في نسبه الثقه، لكن على مستوى نوايا التصويت نلقاوه 39%. لكن حتى هكا هبط خاطر في نوايا التصويت كان فوق ال 40%. وإذا عموما عند سيجما وعند امرود انا هذم اللي قاعدين ينشروا في الاستطلاعات، فمؤسسات اخرى قاعده تخدم لكن هذم جزء اساسي ينشروا في الاستطلاعات وتاريخيا هو من اللي عنده تجربه. دونك 39% بديتي حتى في نوايا التصويت، وهذا خلنا نبدا من هنا. ما يعني قيس سعيد بتقاطع الاستطلاعات تقريبا 20%، لا بالنسبه للاخر وحيد اخر وحيد كانوا في ال 40 الاخرين في ال 40 سيجما وامراد كي نرجعوا 3 4 شهور الاخرين نلقاوه 45 47 48%. طاح يعني طاح نقولوا 7-8 نقاط اللي هو تراجع، هو تراجع والحكم وممارسه الحكم تهري. هذا معروف في كل الحالات. انا دور عملت لكن سرعه التهريه هي جستمون. انا عملت مثلا مقارنه مع الباجي قايد السبسي، لانه عندنا مندار تاع 5 سنين نفس النجم، وانتخابات رئاسيه مباشره وانتخابات رئاسيه مباشره، يعني تنجم تعمل مقارنه. باجي قايد السبسي بعد عامين ونص بدا يتيح في 30 كذا. ولهنا يلزمنا نذكروا اللي انت ما عندكش وضع عادي كما وضع الباجي قايد السبسي، عندك ازمه سياسيه وعندك كورونا وعندك اغلبيه في البرلمان. اي وما عندكش اغلبيه في البرلمان. لهنا الحاجه تو نمشي جوستومون للبرلمان. ساعه قبل التشريعيه لو تسمحوني طارق نحكيه على الثقه كمقياس اساسي لبناء الراي نتاع الاختيار نتاع الانتخاب نتاع الاقتراع. فما المقياس هذا، فما كما قلنا الثقه، فما زاد معايير اخرى كما الشعبيه. اما الشعبيه في حد ذاتها وحدها ما تكفيش باش تصنع التصويت، وغيرها وغيرها من المعايير. بالعكس الشعبيه تنجم تكون بالعكس في اللغه الانجليزيه يقولوا فيموس، يقولوا ان فيموس معناتها واحد عنده شعبيه كبيره لكنه مكروه. هنا لقيناه في نسبه الثقه بالمعاكسه، يعني في مجموعه مكروه ولا مكروه. مكروه. كما عند رشد الغنوشي، كما عند مثلا اللي هو محتلها بصفه في الرئاسيه شخصيه ولا طول. نقطه اخرى فقط قبل ما نمشي للتشريعيه نرجعوا بالله التصويره، اللي فما زاده في الوسط الكوكبه اللي في الوسط اللي فيها اساسا معناتها عبير موسي نبيل القروي وصافي سعيد، هذم قراب لبعض. واضح عبير موسي طالعه بطلوع مستفيده من القاعده الانتخابيه التونسيه التشريعيه نتاع حزبها، لكن صافي سعيد نبيل القروي محافظ على نسبه معينه اللي هي راي نسبه ربما ما تتفرجش في مش موجوده في فيسبوك، ما تتفرجش في القنوات عموما الا ربما في قناه نسبه اللي مازال حاضر فيها نبيل القروي بقوه. دونك محافظ غاديك على الوضعيه نتاعو. صافي سعيد بار كونتر هو الانتي سيستيم الجديد اللي طالع مهم متابعته. التشريعيه فما تعميق الفارق، فما اكتساح للدستور الحر بكل وضوح. الاستطلاع اللي صار نتاع امراد تو اسبوع التالي تقريبا نفس الارقام، وهذا ياكد اللي فما تطابق. صحيح الدستور الحر بعد اكثر على النهضه وعلى الكوكبه الاخرى نتاع العشره واللي بين 5 و10% اللي هما الثلاثي قلب تونس طائر الديمقراطي ائتلاف الكرامه محافظين على نفس البلاصه تقريبا. فما التهرئه كذلك الاحزاب الحكم كما قاعدين نشوفوا تقريبا هما احزاب الائتلاف الحاكم مع التيار باستثناء التيار واللي كان في ائتلاف سابق طبعا حسب الانتخابات الاخيره. فقط نحب نذكر اللي قيس سعيد تراجع ب 10 نقاط المره هذه، لكن راهو تراجع باكثر من 20 نقطه بالنسبه للاشهر الماضيه. أي. وبالنسبه للثقه فما انهيار، علاش انا الكلمه ركزت عليها؟ لانه كان ب 67% ب67% في 2020 اليوم 30% انهيار. علاش 67 ل 30 يا ترى؟ علاش ما تجيش كلمه انهيار لهنا؟ الانهيار يجرى في مدى زمني قصير، اما من 20
اه وانت جاي على مستوى عام ونص او بريسك عامين ما يتسماش انهيار، يتسمى تراجع. تراجع اما الانهيار هو اللي يجرى طف قبل بشهرين، قبل بشهرين تهبط 20 نقطه وقتها يتسمى انهيار. شكرا لكم يا جماعه مستغربين اليوم، حسيتكم متعجبين اكثر منهم متغشين، اما احلام بدات تتغشش على الوقت. الزابين كالعاده العبد اللي الزابينك باش نبداوها من تداعيات اللي صار مؤخرا من اعتداء على النائبة عبير موسي أثناء الجلسة العامة اللي تم فيها التصويت على اتفاقية صندوق قطر للتنمية هي وزميلها وسام الشعري. اعتداءات متواترة من طرف كل من النائب غير المنتمي للكتل الصحبي أسمارة والنائب سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة في الليل. كانت راشد الغنوشي رئيس المجلس كان توجه بشكاية اللي لدى وكيل الجمهورية في حق نواب كتلة الدستور الحر من أجل تعطيل أعمال المجلس. البارحة النواب توجهوا للمحكمة مصحوبين بمجموعة من المحامين بتاع الحزب ومحامين أخرين كانوا متضمنين، ورئيس الحزب تقولوا للإعلامات وصلت 50 إعلام نيابة من طرف المحامين المتضمنين. عبير موسي تقول أنها لن تمثل أمام بحث البداية لا هي ولا نواب الكتلة متاحة. نسمع عبير موسي. لكن اليوم يظل يجي الوقت باش نبينوا للعباد اللي الخطاب هذا اللي يحكيوا فيه والعلكة هذية بتاع تعطيل سير المجلس راهي ماهيش تعطيل سير المجلس، راهي مواجهة للقمع، مواجهة للديكتاتورية، مواجهة لمخالفة القانون، مواجهة لخرق الإجراءات المتكرر، ومواجهة لمنطقة التغول والمخالفة والاستهتار بهيكل المجلس وضرب النظام الداخلي ما عادش تم حتى تطبيق ليه كان حاجة لهم يحبوها. إذن اليوم هذه القضية فضحت كل شيء كما قال الأستاذ كريفة السادة المحامين بعد تدارس الملف رينا أنه ما عندناش علاش باش نستجيبوا لهذه الدعوات. وكيل الجمهورية ما عندوش الحق أصلا أنه يفتح هذا البحث وما عندوش الحق يستدعاني كمحامية والأستاذ علي البجاوي محامي أمام بحث البداية، ما عندوش الحق يستدعي نواب بهذه الطريقة المهينة أنه يبعث رئيس مجلس النواب خوش علينا احنا تابعين ليه ولا نخدمه عنده وإلا عنده أي سلطة علينا باش يوجه لنا هذه الدعوات الجزائية. وقدمنا اليوم كما قال الأستاذ قدمنا الشكاية للتفقدية العامة لوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية لأنه خروقاته بالجملة وضد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الديلي اللي خرج يغلط في الناس ويبرر ويفسر في نص اللي ما عندوش الحق أصلا أنه هو يفسر وإلا يتجاوزه مستغل أنه الشعب التونسي غير عالم بكل هذه التفاصيل. الرفض للمثول أمام بحث البداية وفق اللي يضمنوا مرسوم المحاماة لكل من المحامين الموجودين في الكتلة، وكذلك رفض المثول أمام بحث البداية باعتبار المخالفات الإجرائية اللي كنا نسمع فيها. البارحة كنا شفنا مكتب الأمم المتحدة في تونس خرج بيان دار برشا على وسائل الإعلام المحلية والدولية، بيان فيه إدانة واضحة للعنف اللي تعرضت له النائب عبير موسي. البارحة نقطة إعلامية عملتها رئيس كتلة الدستور الحر هي وصحبة مجموعة أخرين من النواب بما فيهم محامين من الحزب كيفما المحامي كريم كريفة. أبرز المخرجات متاع النقطة الإعلامية هذه تقول أنه الحزب الدستوري الحر ثقته اهتزت في القضاء على أثر ما أظهره من استفاف وسياسة الكيد بالمكيالين. كذلك تقول عبير موسي أنه سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي المشتكى بهم هما هشام المشيشي بصفته كوزير الداخلية ورئيس الحكومة، راشد الغنوشي بصفته سميرة الشواشي كذلك وزيرة المرأة وزيرة العدل، المدير العام للأمن الوطني، مدير عام إدارة وحدات التدخل، مدير إقليم أمن تونس، رئيس منطقة باردو، والي تونس البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق، وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكل من سيكشف عنه البحث مع الانطلاق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بالقارات الخمسة. نذكروا البارح أنه مكتب المجلس كان أعلن على تسليط عقوبة على كل من النائبين صحبي سمارة وسيف الدين مخلوف على خلفية الاعتداء هذية اللي هو سؤالي بالله أحلام شنو أقصى العقوبات حسب النظام الداخلي للبرلمان مجلس النواب؟ النظام الداخلي اختصاص سفيان بن حميدة. النظام الداخلي يحدد بالضبط العقوبات هذية في الفصل 130 الفقرة الثانية منه. فصل 130 هو يجي في القسم السادس من النظام الداخلي بعنوان حفظ النظام. شتقول الفقرة الثانية هذه؟
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس وباقتراح من رئيس الجلسة حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت على أن لا تتعدى مدة الحرمان 3 جلسات متتالية. تأتي زميل بمعنى هذيك كما يقولوا احنا قبل ضرب الهجلة في ولدها. السيد هذا ضرب البونية الاخر بالكود بي اش عملوا لهم من باش يمنعوهم معناها يقول لك اخذ الكلمه اقصى العقوبات من اخذ الكلمه لمده 3 مرات في اقصى تقدير. وهذه عمليه عملوها قبل مع عبير موسي ما تنساوش من غير ما ياخذوا اقصى الاجراءات المنع. الشيء اللي حبيت بربي نضيفه هو في نفس البيان هذايا اللي خذوا فيه اقصى الاجراءات العقوبات راهو زاد ندوا باش تحكي عليه هو اي بيان سور ندوا بتعطيل النواب نتاع الحزب الدستوري الحر اللي هما ديجا مرفوع بهم قضيه في تعطيل اشغال المجلس. النائب طارق الفتيتي يقع اقصاء من الاجتماع عن بعد اجتماع مكتب المجلس اللي احنا نحكيوا عليه توا اللي هو يطير قلت عفوا يطير يصير سلون اجراءات الاستثنائيه فما نواب يشاركوا عن بعد كان من بينهم مساعد نائب رئيس المجلس الثاني اللي هو النائب طارق الفتيتي على كتلة الأسلاح تم إقصاؤه البارح من الاجتماع هذايا اللي تم التداول فيه في العقوبات اللي باش تسلط على النواب وذلك حسب النائب نسرين العماري زميلته في كتلة الأسلاح وقالت بناء على ما تعرض له النائب طارق الفتيتي اللي كان باش يعبر على الموقف الرافض للعنف وباش يدلي برأي الكتلة بناء عليه تقول نسرين العماري فإن كتلة الأسلاح تقاطع كل اجتماعات المكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل. بالله باش نفهم هو نحكي هوني على استعمال صراحة أنه شاف التعويم أكثر منه في توجيه التهم إلى النواب الذين أعتدوا رأسا كذلك نحن كنا طلبنا أن يتم توجه القضاء بشكوى قضائية عبر النواب المعتدين ما مشاوش فيه وكمل على هذيك كل نائب طارق الفتيتي ممثل كتلة الإصلاح داخل المكتب تم إقصاؤه من الاجتماع عن بعد باش ما يبديش رأيه اللي هو هذا هذاك علاش نحن اليوم قررنا بعد الاجتماع المهزلة لمكتب مجلس نواب الشعب بقيادة راشد الغنوشي أن نقاطع كل اجتماعات مكتب المجلس القادمين وكذلك اجتماعات رؤساء الكتل. كنا نسمع في النائبة نسرين العماري هذه موقف كتلة الأسلاح مقاطعة جميع اجتماعات مكتب المجلس في الفترة الجاية كيف اجتماعات رؤساء الكتل سوف بناء على التعسف اللي تعرض له طارق الفتيتي نذكره أنه هو التطبيقة هي من بعيد يدخلوا فيها النواب الكل باش يشاركوا عن بعد باعتبار وأنه فما إجراءات استثنائية أقرها رئيس المجلس باعتبار الوضع الصحي فإنه هم خرجوه من التطبيقة معناه هو باش يتكلم خزعبلات هذيك التصويت عطى نتيجة 5-5 اللي خلى انه راشد الغنوشي يدخل ويصوت ماهيش عادته لحسم الموضوع والا ما كانش الفقره ذيك المتعلقه بالتنديد بالدستور الحر ما كانتش تتعدى في البيان. اي نبيل الحاجي النائب عن التيار الديمقراطي دخل نعرفوا اني فما جلسه عامه للتصويت على مجموعه من القوانين وديما نفس الحادث هذايا قاعد يلقي بظله على اشغال المجلس يقول انه الكفي خيط في المجلس واحنا عندنا قانون لازمنا نعديه حتى كان يسيل الدم نسمعوه. العنف اللي حكيت عليه وحال ذاك حد الباس سيد الرئيس راهي باش يقول الكفي خيط واحنا عطينا نعديه قانون ما نرفعوش الجلسة وما نرجيوش الجلسة العامة خل الناس تتخابط احنا عنا قانون جينا باش نعديوه يزلنا نعديوه يصيرش الدم يضحك هذا المجلس ولا يضحك يقتل بالضحك وضحكة الغبينة زادة مش ضحكة السعادة سان بو با كونتينيي كوم سا ما نجموش كملوا نخدموا هكا شكليا عندنا مجلس وديمقراطيه وتصويت وما نعرف شنو وهياكل ومكتب مجلس وخليت ازمه ولجان وما ثم شيء في الحقيقه غابه طرق تقول كانت فرصه لرئيس مجلس نواب الشعب الحادثه هذه باش
يحاول ياخذ مسافة ويقول أنا رئيس المجلس. لكن كان الهاجس الرئيسي هو الأغلبية التي تسند كرسي رئاسة المجلس. هذيك الهاجس الرئيسي لرئيس المجلس. البارح أول مرة يظهر لي ملي بدأت بدأ الانتقال الديمقراطي في تونس حسب علمي الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة في تونس تحديدا لكن باسم الأمم المتحدة، يخرجوا بلاغ بيان للتنديد بالعنف اللي صار في البرلمان التونسي. يعني بدي استغرب الحقيقة منه البيان هذا الحقيقة غير ممضي. خلينا نذكر لا هاو في الموقع متاع المجلس، في الموقع متاع المكتب في الموقع الرسمي في الموقع الرسمي متاع المجلس. أنا استغربت الحقيقة لأنه صحيح أول مرة تو من 10 سنين ليه أنا دخلت للهواء ويطالب السلطات التونسية بالتدخل الفوري فما بالعربية بالعربية وبالفرنسية عندها كذلك أنا لهنا تعرف ما عندها هذه من ناحية الدبلوماسية، من ناحية الصورة، من ناحية البرسيبسيون كارثة حقيقية. معناتها انت تحت اشرافك صار عنف داخل المجلس والأمم المتحدة بلاغ، يعني مش فقط ضيع فرصة أخرى أنه سجل نفسه في سجلات الأمم المتحدة اللي هو مشرف على مجلس فيه عنف. هنا راهو شوف أنا نعرف اللي من مدة فما منافسة حول الدبلوماسية والدبلوماسية وشكون يعمل دبلوماسية، دبلوماسية برلمانية ودبلوماسية شعبية ودبلوماسية الرئاسة. من ناحية الدبلوماسية هذايا إخفاق حقيقي، هذا إخفاق حقيقي بزي يسجل في سجلات الأمم المتحدة. هنا كانت فرصة أن نعتبر عبير موسي مشكل ومشكل كبير جدا ونعتبرها طرف فاشي لكن الشيء اللي صار هذايا خليها تسجل نقاط. طبعا ولا تتحدث على القضية التونسية كأنها في الخمسينات معناتها والبلاد محتلة تترالي وكلام فارغ. طبعا البلاد مش محتلة ومش قضية تونسية وهي مستفيدة من الوضعية هذه، لكن في نفس الوقت تلقى الخصومة متاحة المفترضين قادر يسربوا فيها بالشيء اللي قاعدين يعملوه فيه وبالانحياز الواضح. انت ما تدخلش تصوت اصلا كرئيس مجلس مفروض. هو البيان الصحفي اللي تابعوا فينا على ايفنت تي في حقنا من الويب سايت تقدر فما ناس هاي مش فريق يودين يطرق فريق الامم المتحده في تونس اعمال العنف التي ارتكبت على نائبه بمجلس النواب الشعب من قبل احد النواب خلال الجلسه العامه بمجلس النواب. وفي الاخر يقول ويحث الفريق الامم المتحده السلطات التونسيه على اتخاذ الاجراءات المناسبه ضد الجونات. ها اش قولكم؟ اوكي يلا بعد الفاصل تلقاو الاخبار على اي اف ام، راجعين في ساعتنا الثانيه ونواصلوا مع مبروك كرشيد ضيفنا اليوم النائب مبروك كرشيد اللي استقال من مكتب المجلس. نذكر كاتب الدوله وزير املاك الدوله السابق وكاتب كما قلنا ستاتيو كبير على اتفاقيه المقر التي تضع السياده في خطر، نحكيوا على صندوق قطر للتنميه. توا باش ناخذوا وائل قبل اسمح لي سيد المخرج بدقيقه اخرى جوستمون الحكومه السياسيه او تاسيس الحكومه سولون بيان مجلس الشورى حركه النهضه اللي انت بتبيعه كنت باش ترجع له في الانترفيو. عماد الخميري يقول ذاهبون نحو التاسيس نسمعوه. وقف عند الأداء متاع الحكومة ووضحها اللي ما تصلحش من خلال تفعيل التحوير الوزاري وطالب بشورى النهضة بأن الحكومة تذهب نحو التسييس وأن تكون أقرب إلى تمثيلها الحقيقي في داخل البرلمان من خلال القوى السياسية المنتخبة من قبل الشعب حتى تتحمل هذه الأطراف السياسية اللي أعطاها الشعب تفويض في البرلمان تتحمل مسؤوليتها في إدارة أوضاع البلاد. ولذلك كانت الدعوة إلى تسييس وإلى حكومة سياسية قوية وعندها القدرة على أن تتحمل مسؤوليتها قدام جماهير شعبنا. بطبيعة الحال لأنه طلب التشاور باش يكون مع رئيس الحكومة وكذلك مع كل القوى الصديقة الموجودة في الائتلاف البرلماني. كلمة بارك هنا بسرعة. شوف البيان بارح قلت أنا هبط حكومة سياسية من غير الإشارة برئاسة أو عدم رئاسة المشيش. لكن الهاروني البارح قال برئاسة المشيش. أنا نجم أقول لك صار تصويت وصل 90% داخل مجلس الشورى من أجل حكومة سياسية برئاسة المشيش. رجل الغنوشي في البيان في صياغة البيان نحى المشيش لإبقاء خط مع قيس سعيد ولمواصلة الضغط على الكابيني متاع المشيش يحبوا براتيكموين. البرات فير متواصل. شكرا لكم كامل فريق سفيان في كلمة. في كلمة خاصة أنه النهضة ماهيش راضية تماما على رفض المشيشي لمجموعة من المقترحات لتسميات في مناصب معتمد ورؤساء مؤسسات عمومية. شكرا طارق. شكرا أحلام. توتويت ألفة والطقس أخبار الطقس بعد شوية الأخبار طبعا على إي إف إم ونحن نتقابلوا في نص ساعتنا الثانية. مبروك كرشيد ضيفنا اليوم.